سلوى مداخله نقديه قيمه جدا، وفعلا يعني انا من خلال قراءه قصص المجموعه وجدت ان اللي قاله الدكتور يسري ان هو في فراغات او فجوات في زمن السرد هو بيبقى مقصود، وده اللي بيخلي فيه حاجه اسمها ديمقراطيه النص. ديمقراطيه النص بالتحديد هي ان القارئ او المتلقي، لكن هو القارئ يضيف الى النص. هو هنا في جمل صغيره كده كان رسام بيرسم تاتش خفيف زي فان جوخ كده مثلا لما بيرسم تاتش كده، والمتلقي او القارئ هو اللي هيشوفه هيكمل هذه الصوره. يمكن تجلى الكلام ده في مقوله الاستاذ سلوى ان هذه الشخصيه هي لئيمه ولا كتومه. فطبعا هي كتومه في الكتابه، لكن لئيمه لما المتلقي هيشوف ده هو هيضيف حته انها لئيمه. في القصه الثانيه بقى بصراحه اللي هي سيده الكهوف الصفراء برضو فيها نفس الاشياء دي، يمكن الاشاره الى الارواح المتداخله ده تدل على ثقافه او قراءه في الديانات الهنديه بالتحديد. ويمكن في اشاره خفيفه كده الى اميره، وهي اعتقد انها الاميره وزادورا وهي الاميره اليونانيه، ودي احبت ضابط مصري ومرضيش ابوها ان هو يتجوزه وكده، فهي راحت انتحرت وهي موجوده لحد النهارده في المنيا، وطه حسين كان بيحبها جدا، ولذلك بنى الاستراحه بتاعته على بعد 500 متر من المقبره، والملك فاروق راح زار المكان علشان يشوف الاميره وزادورا او مقبره الاميره وزادورا. اذا هنا النص نفسه محمل بثقافه. ممكن النص يستقبله القارئ العادي وبيستقبله على اساس ان هم اثنين بيحبوا بعض، لكن لو قارئ عنده هذه الثقافه او هذه المعلومه فهو بيستدعي هذه المعلومه المرجعيه. عندنا استاذ مجدي نصار عنده ورقه. ماشي، انا خلاص خلصت.